ديال شاب منحدر من قبيلة طوازيت جامعة عمرو صفية ديال مسقط الرأس ديالي، وكنعيش في مدينة سيدي حي الغرب. شاب كما كنقولوا بدينا العمل الجمعوي من 2007 انطلاقا من الجانب التربوي والتنشيط المخيمات الصيفية، والحمد لله كنا كونا مكتب شاب، استطعنا اننا نخلقوا فريق اللي خرج من العالم القروي واصبح ينافس فرق كبرى عريقة عندها تاريخ. ويونس عاد انسان عادي، شاب طموح غيور على قبيلته، غيور على بلده وعلى وطنه، وكنتمنى الله يوفقنا في هذا المسير. والجمعية الأم تأسست في 2011، اشتغلنا، كان الحق الجمعوي داخل الجامعة شبه ميت، استطعنا مجموعة ديال الشباب والطلبة أننا نحاول نحيو العمل الجمعوي في هذه المنطقة، ودرنا عدة أنشطة في الجانب التربوي والاجتماعي والرياضي، حتى تكونت عندنا الفكرة في 2013 أننا نخرطوا في أسوار الغرب لكرة القدم برئاسة السي حكيم دومو. 2013 يعني من 2019 يعني 6 سنوات حققنا ثلاثة مواسم صعود، يعني من القسم الشرفي الرابع للقسم الشرفي الثالث، وكذا من القسم الشرفي الثالث للقسم الشرفي الثاني، وهذا الموسم الحمد لله من القسم الشرفي الثاني للقسم الأول ممتاز. اللي صراحة هذه المسيرة واخا قصيرة، ولكن بفضل المجهودات ديال الأطر التقنية اللي هما محليين عندهم شواهد دبلومات، وكذلك فضل المواهب اللي كتسخر بها قبيلة طوازيت وسيدي حي الغرب، استطعنا أننا نقولوا الكلمة ديالنا، وكنتمناو أننا نتوفقوا في الموسم المقبل إن شاء الله. أولا هاد الصعود جاء انطلاقا من المخطط ديناه معالية المكتب المسير قبل بداية الموسم، كذلك مع الأطر التقنية اللي محلية تحت إشراف المدرب الزوير مجدو المساعد ديالو شاكر المصدر، حطنا واحد الاستراتيجية ديال أننا الهدف ديال الموسم هو الصعود وليس فقط المشاركة في البطولة. يعني الحمد لله أننا استقطبنا لاعبين عندهم مهارات ولاعبين عندهم موهبة، ودافر الجهود كذلك المجلس الجماعي وفر لنا حافلة اللي تساعدنا وقصت علينا العبء ديال التنقل وكذلك ظروف ديال التنقل، وكذلك التشجيع ديالي للرفع من المنحة السنوية. فبالتالي أنا حاولت نوصل الفكرة على أساس أننا الأهداف علاقتنا بالمجلس كتربطنا اتفاقية شراكة وعلاقتنا مع المحبين، يعني خص تكون مرتبطة علاقة أهداف ماشي علاقة يعني كنشاركوا من أجل المشاركة. الحمد لله استطعنا أننا ننفذوا المخطط ديالنا ولو بالنسبة ديال 90%، وحققنا واخا وجهنا لقينا صعوبات في المرحلة ديال الإياب اللي كانت قلة ديال الموارد المالية وقلة ديال التعبئة وقلة انخراط المحبين، فبالتالي حاولنا نتغلبوا وشاركنا حتى اللاعبين في الأزمة وشاركنا اللاعبين في الفرحة وفي الحزن، وحاولنا أننا ندخلوا كما كيقولوا واحد الفكرة ديال العمل الجماعي وسط المكونات ديال الفريق. الحمد لله تحقق المبتغى وحققنا الصعود وفرحنا مدينة سيدي حي الغرب وفرحنا جامعة عمرو صفية وقبيلة ديالنا اللي هي طوازيت. بالنسبة لمداخل القارة، عندنا دخل قارة اللي هو المنحة ديال مجلس جامعة عمرو صفية اللي هي 100,000 درهم، وعندنا وتوصلنا ب 8000 درهم للمنحة ديال مجلس جهة رباط سلا قنيطرة. هذه هي المداخل اللي عندنا، مع العلم أننا الديون ديال الموسم الماضي تقريبا شي 45,000 درهم، يعني 45,000 درهم إذا حيدتها 100,000 درهم أو لا 120,000 درهم، يعني أو عفوا 111,000 درهم، يعني ما غاديش توصل لك المصاريف ديال المرحلة ديال الذهاب، خصوصا وأنك عندك هدف ديال الصعود اللي كيتطلب الرفع من المنح ديال الفوز والمقابلات، عندك التعويضات ديال الاجور المصاريف البيت، يعني تتزاد عليك المصاريف. ولكن الحمد لله بفضل المحبين وفضل الناس اللي كيتعاطفوا معنا واجتهادات ديال المكتب،
حاولنا نتغلبوا على هذا العيب المالي، والحمد لله ملي كتحقق انجاز ما كتبقاش تفكر شحال خسرتي ولا منين غتجيب الفلوس، المهم انك واحد الهدف تحقق لك، هذاك هو المتعه. بطبيعه الحال هو المجلس كما قلت في البدايه شارك، وشارك معنا حتى في هذا الانجاز وفي هذه الفرحه. دابا رئيس المجلس غادي ينظم واحد الحفل غداء على شرف اللاعبين والطاقم التقني باش التتويج ديالهم بهذا اللقب اللي كنقولوا الوصيف ديال متصدر الترتيب وحققنا الفوز. وكذلك يعني يمكن نقولوا اتفاقيه شراكه، حنا مرتبطنا بالاهداف، حنا التزمنا في بدايه الموسم قلنا ودي الهدف ديالنا هو الصعود، فبالتالي ان غادي يكون الدعم ديال المجلس، والحمد لله كاين جل ديال المستشارين ديال المجلس كيتصلوا بينا بالهاتف وكيشجعونا وكيقولوا يهنئونا، وضروري اكيد غيكون تجاوب ايجابي باش يتم الرفع من المنحه ديال المجلس. وكذلك عندنا هنا واحد التوجه على اساس نخلقوا مداخل اخرى باش نقويوا الميزانيه ديال القريه. مثلا نعطيك ديك المنطقه الصناعيه اللي هي في التراب ديال الجامعه، هنا كنوجدوا واحد الملف تقني بدينا نجلسوا مع المدراء ديال المصانع اللي كاينه في المنطقه الصناعيه باش يكونوا هما المستشارين ديال الفريق المحلي اللي المنطقه كتنتمي للتراب ديال الجامعه، باش ما نبقاوش مرتبطين باجتهادات ديال المجلس او لا الميزانيه العامه. بعض المرات كتقدر المجلس ما يكونش عنده السويه الماليه باش يرفع لك المنحه، كتبقى يعني عندك بلوكاج في التسيير المالي. هذا هو التوجه ديالنا في المستقبل باش نخلقوا هاد كما قلت لك موارد اخرى. كذلك داخل الملعب بغينا نخلقوا واحد مشاريع مديره للدخل اللي تعاوننا باش كما قلت لكم نتغلبوا على العجز المالي اللي كنعرفوا كل موسم. بالنسبه للاعيان ديال المنطقه للاسف الشديد ما كنتلاقاو حتى شي دعم الا مع الاسماء يعني كما كنقولوا مذكوره على رؤوس الاصابيع واحد اربعه اللي كنوقفوا عليهم كنلقاهم وفق الامكانيات ديالهم اللي كيدعمونا اللي كيخلص هداك اللي كل مره كيفاش الانسان. مع الاسف الناس ديال القبيله ديالنا هذا هو المشكل، لاننا حنا دابا ولاد البلاد وكنحاولوا اننا نديروا اشعاع ديال الجامعه او ديال القبيله. يعني ملي كت ماشي بالضروره ان الانسان يمشي يدق الباب، انا نسى كيشوف نشاط كيدار واحد الاجتهاد كيدار ما فيها باس الانسان يدعم طريقته هو كيف ما بغى النوع ديال الدعم اللي قدموه الفريق. وكنتمنى اننا الموسم المقبل ما يكونش عندنا هذا المشكل. راه دار دابا اشاع على مستوى القنيطره وكان على مستوى سي سليمان الفريق توازن حقق صعود، يعني كلشي عارف بان توازن صعدات القسم الاول ممتاز. فبالتالي حنا غادي نديروا محاوله بدايه الموسم ونجدوا كذلك اللجوء اليهم باش يدعمونا، ونتمنى والله سهل. صراحة للأسف المجلس الإقليمي كيغيب على الدعم ديال الفرق اللي كاينة في إقليم القنيطرة، هما كاينة واحد المذكرة ديال وزير الداخلية اللي كتحدد الأنواع ديال الدعم اللي كيكونوا مرتبطين باتفاقية الشراكة، مكتقولش بأن ما عندوش الحق أنه ما يدعمش الجمعيات الرياضية. فبالتالي مجالس إقليم أخرى على مستوى التراب المملكة كيدعموا الفرق، فبالتالي خصك تحدد واحد السقف معين، وتحدد كما قلت في الاول اتفاقيه الشراكه مرتبطه بواحد الهدف معين اللي هو يبقى يدعم المجلس الاقليمي على جميع يعني القطاعات ديال الجمعويه التربويه والبيئيه والاجتماعيه والصحيه والرياضيه. هنا كنناشدوا المجلس الاقليمي لانه يكون حتى هو سند لينا من بعد الجماعه الترابيه ديال كل فرقه، وكذلك مجلس الجهه لان المجلس كيقدم لنا واحد منها اللي هي هزيله مقارنه مع الفرق اللي كتمارس في القسم المحترفين الاول والثاني وكذلك الهوات، لان 8000 درهم راه مبلغ هزيل جدا جدا جدا. يعني خصهم يشوفوا بعين الرحمه الفرق اللي كتعتبر هي السند او الدعم ديال مثلا الفريق نادي القنيطري او الفات او الجيت. حنا عندنا مواهب خصنا الامكانيات باش اننا حنا نبينوا هاد المواهب ديالنا ونحققوا نتائج ايجابيه. البنية التحتية في عمر السفلية بالنسبة لقطاع الرياضة كاين الحمد لله ملعب عندنا في طوازيط ولاد بورحمة
من الاب ديال المتوازي تعرف واحد الاصلاحات المستوى ديال السياج وكذلك اللي كنقول دكه الاحتياط وكذلك المستوى ديال الملابس. وحنا كنشتغلوا مع المجلس على اساس باش نحطوا الطلب ديالنا تحت اشراف عصبه الغرب للجامعه باش انه يدخل في البرنامج ديال تاهيل الملاعب العصب الصناعي، وكنتمنى اننا نتوفقوا باش نحققوا هذا الهدف تاعو. وكذلك بالنسبه للموعد ديال الحفل، حنا دابا في التنسيق مع المجلس باش يكون واحد الحفل لايق بالمجهود اللي بدوه اللاعبين والطاقم التقني، وغنحددوا من بعد يعني التاريخ ديال هذا الحفل. والمكتب كان وعد اللاعبين بمنحه استثنائيه ديال الصعود. حنا الان كما قلت لك في غياب يعني الدعم المالي، حنا كنجتهدوا باش نوفروا لهم هذاك المبلغ اللي وعدنا به، وكما كنقولوا وعد الحر يدين عليه، وحنا باغيين نفوز بالالتزام ديالنا لانه بدو معنا مجهود كبير بالالتزام في التدريب وكذلك في المباريات، ونتمنى والله يوفقنا باش نوفوا بالوعد اللي عطينا اللاعبين.